ما تعرفين يا باشا، انا في حل من اني اقول مكانها على اساس يعني انت عارف الورق اللي احنا سحبناه ده اتكلف كام؟ كتير، بس انا متاكد ان سياده النائب ما يحبش ان السمعه تطلع عليه انه قسم التعويضات مع الفلاحين. وده ازاي هيحصل وانت هتبقى المستشار القانوني بتاع سيادة النائب؟ قبل العمليه دي كنت فاكر ان الفلاحين غلابه وينضحك عليهم، اتضح لي انهم بيفهموا اكتر مني وبيحسبوها بالمليم. انا عاوز اسالك سؤال، انت عاوز تشتغل مع سيادة النائب ولا لا؟ اتمنى. خلاص اعتبره حصل، قول لنا بقى الدكتورة أميرة فين؟ وبالنسبة لحقوقنا في التعويضات يا سيدي احنا متنازلين عنها، قول لي بقى الدكتورة أميرة فين؟ دي بسيطة بس دي ست طيبة الدكتورة أميرة فين ومالكش دعوة بأي حاجة أنت؟ قاعدة في بيت الحاج بدر. يا عيني عليك، مش بقولك إن أنت متعاون؟ عزيم ادالك العنوان ورحتوا عينتوا المكان؟ حد شافكوا انتوا بتعينوا البيت؟ انت متأكد؟ ما هو انا هتأكد من هزيم. طب كويس، وفي غفرة بيحرسوا البيت؟ تاخد معاك اتنين ايه؟ انت تاخد معاك على الاقل 10 رجالة بالسلاح بتاعهم. ليه هتحارب؟ تخضيني كده يا ابني، ما بكلمكش انت، روح نفذ اللي بقولك عليه والليلة، مفهوم؟ ايه اللي بتهببه ده؟ عرفنا سكة أميرة وهنخلص عليها الليلة. يا سلام، وهي محتاجة الجيش ده كله يا سبع البرومبا؟ لا، الموضوع ده أنا عايز أتأكد من نجاحه بنسبة 100%. أخبتك أخويا الله يرحمه، عمره ما هب للهبل ده، عشان كده مات في السجن. ما تلم لسانك أمال. خلاص 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 خلاص، فضيها سيرة. عملت إيه في الأسهم؟ ولا حاجة، لسه مسرح هتبيع آخر مجموعة الأسبوع ده. حاجة غريبة، أنا رميت إشاعتين في السوق وأنت بعتي الأسهم اللي عندك ومع ذلك الأسهم ما نزلتش، مش عارف أعمل إيه. حاجة بسيطة، ننزل حتة من جواب أميرة، الأسهم تنزل الأرض، أشتري أنا بالرخيص. تتكلمتي يا دودو، جواب إيه اللي نزله؟ جواب كله حقايق. اسم الله، لهو إحنا أول مرة نكذب الحقايق يا فيخة، وبعدين أميرة هتكون اتكلت على الله ومش هتقدر ترد. الحتة دي خطر يا وداد، الأسهم لو نزلت بجد أنا مش هضمن إنها ترجع ترتفع تاني. هترتفع يا فيخة. الو، الشركة العربية للأنسجة، مين يا فندم؟ حاضر البيت. شكرا. الو، ايوه يا نينا، في ايه؟ يا ابني مالك مخروش كده ليه؟ يا ابني خليك في حالك، اللي فيك مكفيك. اصل بقولك ايه، هدى تعبت شوية. يا ابني مالك بتتخض كده ليه؟ هدى ما فيهاش اي حاجه،
راحت للدكتور وبعدين راحت المستشفى. آه برستيج اللي كانت بتشتغل فيها. لا يا حبيبي اطمن، والله هدى كويسة واللي بطنها كويس، ما تتخضش قوي كده يا حبيبي. انا حصل لنا احنا كده، بس احنا بقى ما كناش عارفين لا طريق مستشفى ولا دكاترة، هي بس بقى بتدلع عليك. طب متشكر قوي يا لينا، هروح لها دلوقتي حالا. اطمني هسوق بشويش، ما تقلقيش هطمنك. مع السلامة. دكتورة أميرة. يا دكتورة خير. أنا لازم أمشي من هنا، فخري عارف مكاني وبعت رجالته امبارح وحصل ضرب نار مع الغفر والبوليس جه والحاج بدر خباني في سرداب. أنا آسف جدا يا دكتور، هدى أصلها حامل يظهر إنها تعبت شوية، نقلوها المستشفى. أنا هروح أطمن عليها وهبقى أكلمك. صباح الخير. أنت فين؟ أنا كنت بودي أبويا لقرايبنا في البلد. أنا عايزك بس مش وقته دلوقتي. ما تعرفش مكان الدكتورة أميرة؟ عايزة في إيه؟ في معاها سيديهات مطلوب فيهم 500,000 جنيه. أنت بتصدق الكلام ده؟ الله، أوعى أوعى تمشي في السكة دي تاني يا أنور، لو حطوا إيديهم عليك مش هيرحموك. بس دول 500,000 جنيه، ألمونيا لها بريق، تستاهل ولا ما تستاهلش؟ ما تستاهلش يا أنور. طب هي فين والنبي؟ هي فين؟ هو المحامي الكلب اللي بلغ عنك. أنا لازم أمشي من هنا بأي شكل. هو حسين مش جاي لك؟ للأسف مش هيقدر، مش فاضي. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. أنور كويس، أنا جيت في وقتك، لازم يمشي حالا. خير يا دكتورة، إيه اللي حصل؟ هحكي لك بعدين، بعد إذنك يا حاج، متشكرين قوي على كل حاجة. سلام عليكم. سلام عليكم. يلا يا أنور. وقفي كل الشراء دلوقتي. أوقف إيه يا فخري؟ الفلوس كلها خلصت. طيرت المبلغ كله. كل التعاملات موجودة عندي على ورق. عاوز تعرف اشترينا كام سهم؟ بص على الورق. يا نهار أسود. ده أنا كده في ورطة. طب أنا هعمل إيه بعد اللي حصل ده؟ اسمع ما اقولك، انا بكره هعلن عن توزيع الارباح وتبيع كل الاسهم اللي عندك. مش هترد على التليفون؟ انت ليك عيد تكلمني بعد اللي حصل؟ مالكش ذنب بيا يا هزيم. تبعت اتنين ينجح واتناشر ما ينجحوش، اقل ايه ده؟ اسمع هزيم، انت مرفوض. مالك قلب سحنتك كده؟ فقلتلك ما يقدرش يرفدك. بيغلي يا وداد هاني، بيغلي. ايه يغلي ولع، ما يقدرش يستغنى عنك. لا ما خلاص، ما هو قالها، بس لو فضل على كده هتبقى مشكلة منيلة ب60,000 نيلة. فهمين انا ماليش ذنب، لما اتنين يروحوا مش هيحصل اي حاجة، لكن اتناشر هتبقى بظهر يا وداد هاني. طب اقعد بس، اقعد واهدى واشرب لك كوباية ليمون لحد لما يرجع. تليفون يا وداد هاني. مين؟ السمسار يا فندم. يا ساتر يا رب. خير؟ ايوه يا سيدي خير. بعت الاسهم ولا لسه يا سيدي؟ بيع باي سعر يا نصحتك يا اخويا. لو انا مش عارفه انك لما تبيع الاسهم باي سعر ان انا هخسر، مالكش دعوه. بيع بيع يا سيدي وخلصني. هلا يا مجابر، هي مش عايزه تغلط في الصعيد وعاوزه تفضل قريبه من القاهره. بيتها ومطرحها
واذا ما شلتهاش الارض نشيلها في عينينا من جوه. تسلم عينيكي ودايما كده يا عامر بيكي وبولادك. طب هروح عند اهلها واجيلك. لا دي ضيفتي انا اللي هجيبها بنفسي. اتفضل يا استاذ. كتر الف خير. جابر اصرت تيجي بنفسها تطمن عليكي. بيتك ومطرحك يا حبيبي. اتفضل اتفضل. يلا يا واد روح العب يلا بعيد التوهو. يلا ده مش مظبوط يا سعاده الباشا. الناس دي عايزه تديني. مين اللي اعترف؟ طب سعادتك برضه تصدق الكلام ده؟ انا ابعت رجال تقتله؟ يا سعاده الباشا ده مغرز معمول فيه. اعترفوا بايه؟ ما هو ده بقى العك بتاع الواد هزيم. ربنا يحرقه بجاز هو كمان. لا يا سعاده الباشا انا اتكلمت معاه. هو بصراحه كان قصده شريف، كان عايز يساعد العداله. اصل هو بالصدفه كده عرف مخبأ الدكتوره اميره فقال للرجالته عشان يبلغوا البوليس. وحق من زرع فعل الخير في قلبي هو ده اللي حصل. رجالته بقى في يومه غلط قبضوا عليها علشان يسلموها للبوليس. طب مش هيصدقوا ليه يا باشا؟ انا ما فيش بيني وبين الدكتوره اميره غير كل خير. لا هزيم ايه، انا رفضته خالص. هو مش معقول كل شويه يعك والمؤسسه هي اللي تشيل العك بتاعه. والله يا سعاده الباشا انا معلوماتي ان هو فلسه على هولندا. هو اصل له اخت متجوزه واحد هولندي هناك. حاضر يا سعاده الباشا تحت امرك. عاوز نهرب الليله؟ مفيش حل تاني؟ ما هو بعد نادر ما مات الرجال اعترفوا عليك. 20 مليون دولار. اهو مالي يا اخويا، اتصرف مع وداد. ما انت عارف انا ما معيش. انا مش هتصرف مع حد، انت اللي هتتصرف. كريه هزيم، ما انت عارف يجيب وغطاه. ما انا عارف كل حاجه. شهيره اشترت الاسهم من وداد، وانت بقيت صاحب المؤسسه دي كلها. انت مين اللي قالك على الكلام ده؟ انا لا صغير ولا عبيط. اوعى يا هزيم تكون قلت لها. لسه. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ كلم المدير المالي يدبر المبلغ. طب افرض ما عرفش يدبره؟ بضمانك انت الشخصي هيدبره. افرض يا هزيم ما عرفش يدبره؟ هتقوم حريقه لنا ولن تقدها. ولا انا ما بتهددش يا هات. انا ما بهددش، انا بقول لك اللي هيحصل. 20 مليون عفريت لما يركبوك انت وهو. خلاص يا وداد خلاص. حصل. هو ايه اللي حصل يا اخوي؟ نوقف التحويل ونبلغ عنه في المطار. لو اتقفش هيتسجن. ما يتسجن يا اخوي، ما انا اخويا اتسجن. ايه اللي حصل؟ مات في السجن يا وداد. مات راجل لكن عمره ما قر ولا قال العمله فين. هزيم مش راجل، ولو اتمسك هيقول كل اللي يعرفه. خلاص نشتري سكوته بالدولار. 20 باكو من التخان هيسكتوه مؤبد. اذا كنا ما عرفناش نجيب اميره هنصطاد هزيم اللي عارف كل خبايانا. اميره خدت كل حواطها. هزيم وعرفنا ديته فلوس. 20 مليون يا فخري. ما هي المصيبه في اميره. اميره لو ما اصطدناهاش هتجيبنا ارضي. يصعب عليك يفقرك. الدكتوره اميره عمرها ما صعبت عليا ولا على حد. ولولاها لكن زمانك لسه محامي معفن في البدرشين القضيه ببريزه. انا مش مديون لحد بحاجه. وبعدين هي عملت ايه؟ ولا حاجه. اللي عمل بصحيح ووقف معايا هو سياده النائب الدكتور فخري وهزيم باشا. انت ضيعت يا صفوت، انتهيت. انا اسمي الاستاذ صفوت، ولعلمك انا ما ضيعتش، انا اختنيت. لعلمك انت بقى، انت بقيت مجرد نفيخه قذره. انت في نظري افقر انسان في الدنيا. روح اجري ورا اميره خلاها تنفعك. اخرس من هنا ورايح. مالكش دعوه بالدكتوره اميره ولا بقضيتها، ولو جبت سيرتها في اي حته باي كلمه كده او كده انا اللي هحاسبك، فاهم؟ خوفتني. انت تعرف الاستاذ ماله؟ هو والفلاحه قريبته اللي وقفوا لنا كفر النوادر. شوف بقى قبضت مين تاني قبل ما الخبر يدوب بين الفلاحين، ما نعرفش ناخد حاجه تاني منهم بعد كده. اقتل؟ وات
صوتك لا شلفط لك خلقتك. انت عزنقت يا ماما؟ انا واد قلت لك اقتل، انا قلت لك اقتل. ما انت لسه قايله ايه دلوقتي؟ انا قلت لك اي حاجه تقف في سكتك زحى. وزحى ازاي بقى؟ بعدين بقى ما تصحصح معايا كده، امال خلي نهارك يعدي. ماما يا ماما الكلام اللي بتقوليه ده خطير جدا. اكل العيش صعب يعني امك، واكل الاستاكوزا اصعب. الاكاد ان انا وانت وابوك واختك بنموت في اكل الاستاكوزا، حتى ضيوفنا كمان بيحبوها. طب ما احنا ممكن نجيبها من غير قتل. ايه يا اخويا ده؟ قتل قتل قتل، ماله القتل؟ ده القتل شرف. بالك انت لما الناس تخاف منك هيعملوا لك قيمه وحساب، ساعتها هتبقى شريف وقيمتك عاليه كمان. لكن لو وقعت يا عين امك على الارض كلاب السكك هتنهش في لحمك. ده احنا عايشين في عالم بشع. انت بس تظبط اللي حواليك والكل هيجري يخدمك. كل ده عشان الاستاكوزا؟ اسمع يا واد انت، انا ما عنديش وقت اضيعه معاك. عمك هزيم سرقنا وهرب، وابوك محتاج لك تقف معاه. قلت ايه؟ عم هزيم بقى هو اللي كان بيقتل؟ لا، هو اللي كان بيدبر وعنده رجاله بتنفذ. وانت عايزاني بقى انا اللي ادبر مكانه؟ انت تسمع اللي بيقول عليه ابوك وبس، واللي ما تفهموش تجيني انا وافهمه لك. قلت ايه؟ سياده النائب طالب جنابك. قال هات يا شق اللفت. الو. الحقيقة يا اولاد، مصيبه وحلت على دماغي. المدعي الاشتراكي قال ايه يا ستي؟ طالب من الوزير يرفع الحصاله عني. رايح فين؟ انا لسه ما خلصتش كلام. تعالى هنا دلوقتي. شريف كنت بتكلم معاه سابني ومشي. ايه مالك مش شحتف كده ليه؟ ايه المشكله يعني؟ يا سلام، اعزم الوزير والمجلس كله يا سيدي، هعمل لهم حته حفله ما ينسوهاش العمر كله. عندي اغنيه جديده. لا لا لا، اعملوا لهم عزومه زي ما انت عايزه، بس اعملي معروف ما تغنيش، هيتعصبوا ويبهدلوني. اسمع، ما اقول لك نمره الفرقه هتلاقيها على الكومودين وجنب السرير، اديها لشريف هو هيتصرف. خلاص بقى يا وداد، بلش يا بغي، انا مانيش فاضي لك. مع السلامه. مع السلامه. ايه يا اخوي، فين انت كمان؟ لا 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 لا، اكلمه. ايوه يا صفوت، عملت ايه؟ سياده النائب، انا اسف على ازعاج سيادتك يا فندم. الباشا كان موصيني. باشا مين؟ هزيم باشا. ايوه، قال لي لو عرفت طريق الدكتوره اميره ابلغه فورا. حاولت اتصل بيه ما عرفتش، وخايف انها تغير مكانها. عرفت طريقها؟ يا اخويا هدي لك اللي قال عليه هزيم واكتر كمان. لا لا لا، انت تديني العنوان وانا هتصرف. ايه ده ايه ده؟ انت شارب حاجه ولا ايه؟ انا النهارده اكتشفت ان انت انضف واحده انا عرفتها في حياتي. ارجوك يا شريف، من فضلك مش كده. انت ما تقوليش ارجوك، انت تقولي انت عايزه ايه وانا انفذ. انا عايزاك تخرج حالا وتسيب المكتب. اخرج؟ اخرج ده ايه؟ ما انا اللي احنا هنتجوز النهارده ودلوقتي. ايه ده؟ مش ممكن اللي انت بتعمله ده ابدا. انا مش هينفع اتجوز حد غيرك، انت فاهمه؟ مش هينفع اتجوز حد غيرك. ولا انت بتتحكم على المواصفات يا عم؟ انت عارف انا بعمل ايه كويس. عارف ايه؟ امشي اطلع بره. يالا بره؟ انت هتطردني من شغلي؟ انت مالكش شغل هنا، هتخرج بره ولا اندهلك الامن يرموك من قفاك. انا عايز افهم، انت مش عايزني اتجوزها ليه؟ ما انا اطلبي له الامن يرموا الواد ده بره. لا مفيش داعي، انا ماشي لوحدي. فخري بيه، انا اسف. انت ذنبك ايه؟ دي وراثه، عمل معاك اللي عملته امه معايا من 30 سنه. هجمت عليا، بركت على نفسي، بس انا ضعفت ويا ريتني ما ضعفت. ادي النتيجه، الايام السوداء اللي انا عايشها دي. Huh?
انا مشغل معايا بهاي ده انا هوديكم 60 داهية. مفيش مخلوق ساعدني في الدنيا قد الدكتورة أميرة، وعشان كده كان مستحيل أسيبهم يؤذوها. بعد ما تخلصوا من هاني جوزي كانوا عايزين يتخلصوا مني أنا كمان، وزي ما حضرتك شايف كل الصحف والمجلات اتهمت الدكتورة، وهم زي ما سمعت حضرتك كانوا مستنيين بس تخش الحجز. مفهوم مفهوم. قرارات النيابة إسقاط الدعوة الجنائية عن السيدة أميرة شفيق فخر الدين
بعد أن تأكدت النيابة أن المتهمة كانت بعيدة عن موقع الجريمة وقت حدوثها، وعلى المباحث الجنائية الاستمرار في البحث. كما قررت النيابة الإفراج عن الدكتورة أميرة شفيق فخر الدين بضمان محل الإقامة ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى. تفضل. شكرا. لازم ترتاحي. خلاص يا فخري، سيدك وسيد الناس كلها راح راح، ما عدتش عايزه حاجه من الدنيا، اللي كنا بنلم عشان الفلوس راح راح يا فخري، ما عدتش عايزه اي حاجه، كله راح. أعزي نفسي عشان فقدت جوزي اللي كان للأسف ضحية طموحه المتسرع الله يرحمه، ولا أحمد ربنا على براتي، ما هو الظلم عمره ما بيدوم، بس فخري وداد لسه موجودين، مش ممكن هيسيبوني في حالي، وبعد وفاة ابنهم اللي برضو كان ضحيتهم الله يرحمه أكيد هيتوحشوا أكتر. أعمل إيه بس يا ربي؟ أعمل إيه؟ أنا كده رجعت لنقطة الصفر تاني، حاسة إني تايهة تايهة وضيعة، أنا لسه مش لاقية وليد لحد دلوقتي، لسه برضو مش عارفة هو فين، مش عارفة أعيش ولا، لازم أبتدي أدور أرجع، لازم. يا رب صبرني، يا رب صبرني وعوضني يا رب يا رب. يا دكتور حسني. مبروك يا دكتور على البراءة، أنا كنت واثق من براءتك. الله يبارك في حضرتك، ما هو ربنا لازم يظهر الحقيقة حتى لو تأخرت شوية. ومبروك كمان يا سيادة رئيس مجلس الإدارة، أنا رشحتك مكاني وشايف إنك أصلح شخص لشغل المنصب ده،
بكفاءتك وإخلاصك. حضرتك بتقول إيه يا دكتور؟ طب وحضرتك؟ أنا هفتح مكتب استشاري. طبعاً الفترة الأولانية هكون متواجد في البنك كمستشار، يعني مش هسيبك لوحدك برضو. بس لا، برضو احنا ما نستغناش عن حضرتك وعن خبرتك طبعا. انا متأكد انك هتقدري تحققي اهداف البنك وتغطي العجز اللي حصل، وكمان تحققي ارباح في اقرب مدة ممكنة ان شاء الله. الف مبروك يا دكتورة. مش عارفة اقول لحضرتك ايه. الله يبارك فيك، متشكرة جدا، متشكرة قوي، وان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. عايزك تبيعي كل الأسهم اللي حلتك. ما حدش بيشتري يا فخري. طيب وبعدين؟ ناولي من التليفون ولا أقولك استني استني أتكلم في الموبايل. آمن. شوفي يا حبيبتي، أنا عايزك تروقي كده وتبقي حلوة. أنت عارفة أن مصلحتي ومصلحتك واحدة، وأسهم المؤسسة نزلت في الأرض. أنا عايزك تلحقي وتشتري شوية أسهم من اللي انت بعتيهم علشان الثقة ترجع للناس تاني، ونعلن الأرباح والأسهم بتاعتنا تبقى في السماء. صباح الخير. صباح النور. أهلا يا دكتور حسني. أهلا. أهلا دكتورة. أهلا أهلا. اتفضل حضرتك اتفضل. ده مكانك يا دكتورة. أنا مكلف بحضور 3 جلسات، بعدها مش حاجة إلا بالطلب وبفلوس. البنك مش ممكن يستغنى عنك. البركه في الدكتوره اميره. اتفضلوا استريحوا. طيب نكمل كلامنا يا جماعه. حضرتك كنت بتقول ايه يا دكتور؟ انا شايف ان احنا لازم نوزع ارباح السنه دي علشان نحافظ على ثقه المساهمين. طب نجيب فلوس الارباح اللي هنوزعها دي منين؟ من الاحتياطيات ولا ايه يا دكتور صابر؟ لو وزعنا كل احتياط المخصصات اللي عندنا يا جماعة هيطلع لكل سهم 12 قرش. مش أحسن من مفيش؟ الله، يعني نضحك على المساهمين؟ احنا ما بنضحكش على حد يا دكتورة. الفلوس دي كانت أرباح وما توزعتش. يعني نوهم المستثمر ان احنا كسبنا واحنا ما كسبناش؟ لو خسرنا الاحتياطي والمخصصات السنة اللي بعدها هنتكشف. مش جايز مؤسسة فخر جروب تقدر تسدد، وخصوصاً الدكتور فخري واخد القرض الاخير بضمان شخصي. الظاهر حضرتك ما درستش المركز المالي كويس لفخري جروب. على العموم نتمنى انه ده يحصل ويسدد فعلا، لانه لو ده حصل هنقدر نوزع ارباح على المساهمين. في عندك اقتراحات تانية يا دكتوره؟ هو صحيح طبعا دكتور شهدي جديد معانا، لكن هنحمله العبء الاكبر. حضرتك تعمل لنا دراسه عن بطاقه ائتمان للموظفين اللي ميته 1000 جنيه ممكن نعمل له كريدت كارد محدوده يقدر يتصرف ويصرف منها في حدود الألف جنيه. يعني هنسلف الموظفين؟ إيه اللي يمنع؟ اقتراح تاني دكتور مازن، حضرتك تعمل لنا دراسة عن العملات اللي ممكن البنك يتعامل بيها. دكتور خلف الله ممكن نعمل برضو دراسة عن الاستثمارات في الأراضي في المدن الجديدة. أستاذ صابر مفتاح ممكن حضرتك قوي تسافر الخليج وتدرس إزاي نقدر نفتح فروع جديدة للبنك بتاعنا هناك. أعتقد لو درسنا الاقتراحات دي بدقة وقدرنا ننفذها هنحسن وضع البنك الحالي. انور الغريب طلع انضف واشرف مني يا امه. ما هي عملت له حاجات كتير. واللي عملته لي كان شويه يعني. بنت يا فكريه اعملي كوبايه ليموناده للبشمهندس حسين. انا حتى مش قادر اروح ابارك لها. ليه بس يا ابني؟ مكسوف يا امه، اتخليت عنها في الوقت اللي كانت محتاجه لي فيه. ما هو انت كنت لازم تودي هدى للدكتور. حق لو كنت رحت الاميره وسبت مراتك تنزف ده كان هيبقى فيها طلاق. ما هي ما كانتش بتتنيل تنزف. انت كلمتيها؟ ما هي مشغوله على طول. اميره ما بتردش على حد. عندها حق، كل اللي عملته معايا اتقابل بالجحود. طب اقعد اقعد طمني على هدى، ده انا بقالي كتير ما شفتهاش.
سيبك من هدى دلوقتي يا اما، قولي لي انت ليه مش عايزه تيجي تعيشي معانا؟ ما انت عارفه ان الشقه واسعه، وبعدين انا عامل لك اوضه بحمامها ببلكونتها دي بتبص على النيل. يا ابني الواحده مننا ما بترتاحش غير في بيت. هو بيتي مش بيتك؟ عشان انت ومراتك تاخدوا راحتكم. ياما هدى على طول عيانه وماما بتسيبهاش قاعده معاها ليل نهار. الام غير الحما برضه ياما، وانت حما. طب اسكت خلي الطبق مستور. انت ياما بس لسه شايله من شويه المشاكل اللي كانوا حاصلين واحنا هنا، معلش عشان الشقه كانت ضيقه. سيبك انت، جحر المحبه قصر.